المكتبه ديالنا عدم موت تبارك الله مخيره بو كلشي صلح لي هضر يمشي فحال تبارك الله هضره ما يستاهل كاع الذبيحه وكاينين الناس العشاق اللي تيبغيو يعشقوا هادشي تعاملوا مع الناس ديال كازا ديال الرباط ديال سميتو عادي كي اللي بغى يدير اتصل بينا مرحبا به نتبعوا نتشاروا في التليفون مرحبا وراه هاد الغلمه ان شاء الله تزيد راه مازال ان شاء الله تعاود راه ان شاء الله شحال باقي دابا 48 يوم ضروري ضروري الدوار ملي تيكون صغير شي افات دابا ديالنا ما يمكنش انا غادي نبيعوا لواحد حاولوا يعطينا فيه العربون ويموت نقولوا لي لا راه ديالك راه ما يمكنش راه ما يبغي الله لا كنت ولا العدل السلام عليكم اخوان اليوم الفيديو غادي نمشيو لواحد الكوري كيتواجد هنا في نواحي ديال بني ملال ولاد يعيش وغادي نسولوه بالنسبه للاثمنه شحال داير وبالنسبه لكيفاش الطريقه ديال التعامل كيفاش يرسل الحولي الا كانوا الناس خارج المدينه ديال بني ملال ويلا بلا ما نطول عليكم ونخليكم مع الفيديو ونخليو عبد الله صاحب الضيعه هو اللي غيقربنا اكثر وبالنسبه راه عنده حتى الحوليات وبالنسبه حتى يعني الخرفان الصغار حتى هما راه كاينين وكاين حتى هذا الحجم الكبير حتى هو اللي واصل تقريبا حتى ل 8000 درهم يلا خليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم وما تنساوناش الاخوان من لايك ومن شي تعليق باش يشجعنا اكثر والاخوان اللي كتشوفوا شي واحد من لا فامي ديالكم ولا عنده كوري حتى هو في هذه المنطقه وبغى يبين المنتوج ديالو للناس اخرين باش يتعرفوا عليه اكثر مرحبا يعني تبارك الله حنا راه عندنا الخير موجود في هذه المنطقه ديال سهل تادلة ولكن الناس ما تيبغيوش يبينوا هذا الخير اللي كاين وراكم عارفين انتو تشوفوا البلايص شي بلايص في المغرب كيديروا التصوير بزاف اللهم بارك راه ملونسين ومعروفين وتبارك الله حنا عندنا القدر وعندنا الرطوبيه هنايا خاصه هذا الخير اللي عندنا في هذه المنطقه ديال بني ملال ولا ديال الجهه ديال بني ملال خاصنا نبينوه لناس اخرين ونجيبوا ناس اخرين يتقداو من عندنا السلعه ديال الجهه ويلا مرحبا وفرجه ممتعه هذا مازال ما كاشرش سنا الحليب الله ما غيريك سنا الحليب ها سنا الحليب هادو كاملين فيهم يعني الكبير تقريبا غيكون اثنين اي الكبير اثنين اي الكبير اثنين لا ما كاينش قليل يعني قلت لي الثمن من 5000 درهم حتى 8000 درهم حتى 8000 درهم وليد دا شي حاجه راه كتبقى كتبقى تاكل الماكله ديالها ماشي ما داك النوع اللي كينقص الماكله ولا هاد النقطه بغيت نسولك عليها صراحه واش بالنسبه للعام اللي تيبقى فيه تيشري لواحد تيبقى هو تيبقى هو تيبقى هو تيبقى احسن اي تقليد عندنا حنا داكشي راه حنا المشاهدين المتتبعين ديالنا والناس الكليان ديالنا راه عارفين هادشي راهم كيتقدموا لنا اي ضروري اي الناس راه باغا جايت وما على غادي تفيتات راه مفيتات كيف كيقولوا بحال دابا هذا راه بادي من سميتها من 8000 درهم هذا راه من 8000 درهم هذا راه يستاهل تبارك الله راه حولي جيد هذا راه يمشي فحال تبارك الله هذا راه ما يستاهل كاع الذبيحه وكاينين الناس العشاق اللي تيبغيو يعشقوا هادشي هذا عاقل عليه ديال الغنم ولا شاريه ولا هذا ولد الشيه اي هذا ولد الشيه الكتيبه ديالنا هذا مو تبارك الله مخيره بو كلشي ان شاء الله نقدروا ان شاء الله من بعد ان شاء الله تنفكر تنفكر فيها ان شاء الله نقدروا نديروها من القدام نقدروا نديروها ها هو السي عبد الكريم هذا سنا الحليب سنا الحليب هذا الثمن ديالو من سميتها من 5000 درهم من الفوق اي لا كاين ما اكبر منه وكاين وكاين ثاني صغير عليه اي كاين ما صغر وكاين ما اكبر هذا هو ولد النعاجات
السلام عليكم. السلام عليكم استاذ الكريم، بخير؟ والله يبارك فيك. جينا عندك اليوم هنا الكوري وقربنا من السميه ديالك وقربنا من الكوري فين كاين. مرحبا استاذ الكريم، مرحبا بك ومرحبا بالمتتبعين ديالك. معك عبد الله من سميه ولادي عيش، كوري توازن في ولادي عيش. راه المركب مخير، السلعه هي داوي على راسها. هيا قدامك. انا كديروا كل عام شي ديال العيد؟ كل عام، كل عام. عندنا سميتها الغلم وكنشريو شي حاجه من السوق وكنديروه وكنعلفوا انا. هاد السلعه هادي واش ديال الغلم ولا عاد تشريوها؟ لا كاينه شي حاجه ولا تشي اكثريه ولا تشي، وكاينه شي حاجه اللي راه تنبقاو نقداو مثلا. هذه راه السلعه راه مقضيه من العيد اللي فات، وبقينا كتاكل هنا وسميتو مزدي ان شاء الله نسمتو العيد. يعني بالنسبه نسولك بعدا قبل ما ندخلوا في التفاصيل، شنو العلف اللي كتعطيو نتوما بالنسبه؟ كنعطيو الذره، الفويليه، الزرع، فارينا، التمن سميتو المطحون ضروري على حسابيت سميت الماكله، وسميتو الفصه. يعني تقريبا شحال من وجبه؟ شي وجبات في النهار؟ وحده في الصباح، وحده مع سميتو مع العشيه، والفصه كذلك في الصباح ومع شوي وفي الليل مع العشيه. بالنسبه للاثمنه دابا انت ما كيتشري كيدير الاثمنه ديال الشرايه ديال ملي تيكونوا صغار ولا بالنسبه للاولاد اللي عندك؟ دابا حنا كنا كنشريوهم صغار، كنا كنشريوهم غاليين، كان السوق طالع. وبالنسبه لاولاد الشتاء هما راه كذلك، راك عارف النعجه كتاكل العام كامل وهي كتاكل، ودابا راك عارف هذه 4 سنين ولا 5 ديال سميت قال الجفاف. هادشي راه ما ديرش، راه ما ساهلش باش غادي تطلع هادشي بحالك. يعني بيني وبينك انا صعيب باش تقابل واحد الغلم تقريبا، شحال المده ديال وانت مقابلها مثلا باش توجدها للمواطن العيد؟ دابا هاد السلعه دابا عندها عام، وكاين اللي عندها عام وشي حاجه، ولا هادشي عنده عام عام وشي حاجه، بحال تقريبا عام عام وديك 3 شهور ولا عام و4 شهور، ولا هادشي. والسلعه اللي رانا شاريين بحال دابا عاد العيد غادي تبقى طول عام. بالنسبه للثمن كاينه شي زايده شي نغيزه على العام الاول؟ ضروري ضروري، راه بالنسبه ل سميتو العامل ديالو هو واش قال الجفاف، هو اللي خلى الثمن كل عام زي. فهمت؟ بالنسبه للفاصه هذه ديالكم انتم؟ اي ديالنا، هي الفاصه كاينه هنايا عندنا ديالنا. وبالنسبه كيفاش غيكون التعامل مع العياد الا بغى يشري من عندكم هنايا؟ كيفاش الطريقه باش تخدموا؟ مرحبا، باش نخدمو كيجي كيشوف سميتو الحولي اللي بغاه هو، وكنصايبو عليه تقدينا. كان كيصور الطانكا ولا بغينا نديرو له البوكل ديالنا حنا كنبقاو نلصقو ليه وكنرسمو صافي حتى النهار الاخر ديال العيد. المهم الوقت فينا سميتو فين ما بغاه هو يجي يدي عنده حتى النهار الاخر. دابا نتوما ما كديروش التوصيل مثلا هنايا في النواحي؟ لا التوصيل كنا كنديروه كنصنع فيه شويه ديال سميت قال المشاكل وحنا نحيدو. يعني اللي بغى تصافي تيجي، اللي بغى يجي يدي حتى النهار الاخر، حنا في امان الله ديالنا، لا ماترا ديالنا، وقعت لي شي حاجه راه ديالنا حتى النهار الاخر. الناس خارج بني ملال، الدار البيضاء، مراكش، اكادير، طنجه، مرحبا بهم مرحبا بهم. حنا كنا كنبقاو نتعاملوا معاهم، كنتعاملوا مع الناس ديال كازا ديال الرباط ديال سميتو عادي. كي اللي بغى يدير يتصل بينا مرحبا به، نتبعو نتشاروا في التليفون. دابا لو بغى يتواصل معك وصيفطك الفلوس مثلا مرحبا، ويبقى حتى النهار الاخر مرحبا به. وممكن انت تكلف بشي ترونسبور معقول اللي غيدي لي مرحبا مرحبا مرحبا، نتكلفوا به ونتشاوروا معاه على حساب الثمن ديالو مرحبا. يعني هادشي اللي كيدير دابا الاغلبيه ديال الناس يعني تيتكلفوا بواحد ترونسبور تيكون ثقه اي تيصيفطوا معاك الكوميتا لعند السيد. هذاك الشيء اللي كاين مرحبا. يعني كتجمع بيكوب عامرة بيكوب عامرة ونصيفطوا عليهم مرحبا، كاين حتى مشكل. وبالنسبة للأثمنة من أجدى بدات تبدا مثلا؟ أثمنة سيد الكريم بادية من سميتو من 5000 درهم، وراك عارف وداك الشيء على حساب السوق. على حساب السوق؟ على حساب السوق. يعني البيع ديال بحال قلتي ديال السيمانة ماشي هو ديال السيمانة تاع يقرب العيد. دابا تيكون شوية ثمن مزيان. اي تقريبا قلتي لي بدايه من من سميتها من 5000 درهم. من 5000 درهم؟ من 5000 درهم بالنسبه لهنا. هادو بالنسبه لهذا القطع. هذا القطع ابتداء من اش؟ من 5000 تالي؟ من 5000 درهم حتى 8000 درهم. 8000 درهم. 160000 درهم. اي وكاين عندكم خرفان اخرين توصل؟ كاينه واحد، كاين هذا القطعه اللي هنا وكاين واحد القطعه اخرى. اي مرحبا بدريه.
شويه. هادو موين هادو. هادو شحال تكون عندهم من سنه؟ هادو زياد تسهر سميتو. ما كملوش العام هادو؟ لا مازال ما كملوش العام. مازال ما كملوش؟ لا مازال ما كملوش العام. هذا خروف ديال الغنم معاه؟ اه هذا راه سميتو في حل. هذا في حل. اللي بغاه حتى هو مرحبا. هذا البيع في حل؟ اييه لا هذا البيع سميتو ديالو في حل. اللي بغاه مرحبا. وهادو هما هادو ولاد الشيه. عام واصله عام؟ ما كملش؟ لا مازال ما كملوش عام، زيادة ديال شهر 8 شهر سميتو شهر 9، هادو ولاد الشيه كلهم. كيبيعوا فيهم الشطبيين. اي، عندنا تبارك الله الحوالا حنا شاريين بجوج. هادوك الشطبيين؟ اه. هادوك راه. اي الشطبي. انا حنا شاريين حنا. هادو ولاد الغلم ولا؟ لا هادو ولاد الشيه. ولاد الشيه. ولاد الشيه ديالنا. ولاد الغلم. هادو ما فيهم حتى شي واحد شارينو. هادو كاملين ديالهم. هادو كاملين هادو هي. ومناش يبدا الثمن ديال هادو دابا؟ هادو واش هادو كريم من سميت من 4000 درهم. من 4000 درهم. من 4000 درهم. وبالنسبه للحوليات عندكم؟ كاينه شي حاجه ديال الحوليات هي، كاينه القطعه ديال الحوليات. نشوفوها. مرحبا. هادو من قلت لي هاد الصغار ياك؟ هادو تحت من هادوك اللي حنا شفنا ليه، دوك ولاد الغلم هادو هما ولاد الغلم. هادشي كلشي ولاد سميت. ولاد الغلم. اه هاد العام راه هادي راه شي 3 سنين هادي ولا سميتو راه عاش راه على العلف. ما كاين السرح على العلف راه ملي تزيد عاد تيفرد تيدخل الماكله لحد الان لا هو لا الشيه النعجه حتى هي راه باقا تتعلف الان. وهذا شحال الثمن ديالو؟ هذا سيب الكريم هو من 3500 و 500 لتحت تبارك الله راه خروف زين والعلف نقي هادشي اللي كانوا واعدوا المشاهدين بالعاف النقي. لحقاش الا داو من عندك هذا العام وصابوا داك الشيء أيه. راه العام الجاي راه داكشي اللي كاين داكشي حنا حنا هذا العام مثلا هذا العام مع 2000 العام الجاي نقدروا نديروا 200 نديروا 300 نديروا 400 حنا على حسابي الطالب داكشي اللي كاين مرحبا وتيبقى حتى سميت توجه هنا نقي وحتى المرقد المرقد هنا عندنا راه المرقد مخير ولادي عيش راه المرقد ديالها مخير. كاع المنطقه ديال ولادي عيش ولادي يوسف اي بالزازا ولا سعيد اي صراحه المرقد مخير والناس ديال خارج لبني ملا تيقول لك بان المرقد هنايا عندهم الرطوبيه وكاين القدر اي الرطوبيه والقدر واللحم ماشي من داك النوع مثلا يديرك اسمك يضرك اللحم ولا شي حاجه اللحم مخير كديروا لهم هادو كاع مرشومين ياك اه هذا الشيء كلشي ديجا عليه طانقه اونصه ديال عيد الاضحى هادشي كاع كلشي مرقم يعني دابا تيجي الشاري تيدي الرقم ديالو تيدي الرقم ديالو بغينا نعلقوا ليه تا اسم ديال البوكل ديالنا كندير البوكل ديالنا تتلصقوا اخر اي تنلصقوا ليه اخر اللي بغا مرحبا قربنا بالنسبه لهادو دابا حوليات حوليات وخرفان كان فيهم خرفان صغار بدريين بحال هذا بحال هذا واحد اخر حتى هو بدري هاد هادشي كلشي ولاد سميت ولاد الغنم هاد الغنم كلشي قل من هادوك اللي في الكوري دوك الصغار اي هادو قل منهم اي بالنسبه للاسمنه ديال الناس كيبداو حتى هما هادو سي عبد الكريم تيبداو من 3000 من 3000 لتحت. وبالنسبه للحوليات هنايا فين تاع الحوليات بان ديال بحال هادي اي فين تاع الحوليات كاينه الحوليه البدريه كاينه شي حاجه صوفيات بحال هذه صوفيه اي بحال هذه تبارك ما كاينش العيب لا العيبه سي عبد الكريم ديالنا دابا راك عارف تمشي للكوري كاينه الثقه داكشي اللي كاين الثقه التامه العيب ديالنا اللي تعرف يقلب يقلب اللي ما تعرفش يقلب حنايا نقلبوا ليه حنا حنا بزاف كاين اللي تيبغي ميان مرحبا وراه هذا الغلم مازال ان شاء الله تزيد راه مازال ان شاء الله تعاود راه ان شاء الله شحال باقي دابا واصل 40 يوم راه مازال تعاود راه الغلم غادي في الماكله غادي في النوم ديال مخير كاين اللي تيقول لك راه ما كيتهلاوش ملي كتشري من عنده ما تيبقاش داك لا 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 كاينين شي وحدين ولكن حنا راه ما تنديروش داك الشيء الله يهديهم حنا ولكن حنا ما تنديروش داك الشيء حنا داك الشيء اللي كنت كتعطيهم وحنا تنعطيهم داك الشيء بالزايده قد ما كان الحول قد ما تنزيدوه كثر حنا غير الشياطه ما تكونش ولا الحول شبعان مشيط العلف كاع راه كاين اللي راه مشيط العلف هذا السبب الكريم تبدا من 65 هذه 65 اي 65 دابا واش تخدم على حساب السوق ولا كتخدم على حساب ضروري داكشي على حساب السوق ضروري وعلى حساب شحال شريتي انت مثلا ولا علاش كتخدم لا
تاخذ مناسبه السوق، حنا كاع كلشي تابع السوق. السوق؟ اه ضروري السوق. يعني طلع السوق راه طالع. طالع نزل السوق راه حنا تنهبطوا حنا شويه، داكشي اللي كاين، داكشي اللي كاين، كلشي تابع السوق. هذه 65 وتبقى ان شاء الله 40 يوم واكله هنايا حتى النهار الاخر. حتى النهار يديها مولاها. اي. دابا حنا خرجنا معك من عند الحواله، خرجنا نشوفوا الماكله دابا. اي الفاصه. الفاصه. من الفاصه. اي. هنا الفاصه ديالكم تديروا عليها. اي اي. على الغلم سميتو هضرنا شويه الخروف الحولي صافي هادشي اللي كان هضرنا شويه على الفاصه. الفاصه سي عبد الكريم ها هي الفاصه كان داير لها كنا دايرين لها سميتو الميديا ولينا دابا دايرين لها سميتو الرشاشات على حسابيت سميتو الاقتصاد شويه ديال الماء مع راك عارف هذه ربع سنين الماء شويه قل بزاف كاع ايوا الحمد لله حنا كان شحال ديال الوقت كتبقى؟ شهر شهر 30 يوم 30 يوم وزيد على 30 يوم الفوق دابا هذه هضرينا على هذه دابا شحال تكون عندها من يوم هادي تكون عند ديك سميتها 20 يوم 20 يوم بحال هكا 20 يوم 20 يوم بحال هكا بالنسبه لهذيك الكبيره اللي كتبان لهي هذيك عندها شي 25 يوم 25 يوم الفوق حق شهر اي شحال كتبقى في تيبس تيبس كتبقى تقريبا داكشي على حسابيت الجو الا كان دابا الجو سخون تضرب هذيك سميتها 4 ايام 5 ايام كاع ماكسيم ديالها لكن الجو ثاني بارد داكشي على حسابيت الجو خاص دابا ضروري الفاصه خاصها تكون دايره يابسه واش دابا هذه السميميه ولا اشنو لا مازال دابا السميميه مازال مازال السميميه دابا هذه هي ديال الوقت مازال شويه ما بين وبين السميميه لا السميميه مازال السميميه هي ديك اللي دايرين دابا اللي تنعطيو منها الغلم راه سميتو الحواله اي اي البال السميمي كنا جامعينو من سميتو من عمله اي السميميه مزيانه لسميتو قال الحولي بس الحولي ما يكون في لا التياق لا والو كيبقى الحولي مخير اي هات كلشي كلشي لايقه اي 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 سميميه هذه ديالنا ديال هنا هذه سميميه هذه ديالنا بارا تبارك الله هادشي اللي تياكل دابا الحولي ها واصله عندكم دابا في المنطقه هذه السميميه هذه من سميتها ابتداء من سميتها من 100 درهم الفوق من 100 درهم الثمن ديالها السوق من 100 درهم الفوق قاصره كاينه ديك الرخيصه اللي كاينه 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 ديال دابا 70 درهم 80 درهم هذه السميميه البرا مزيان الغلم اي الحولي هذه هي ديال الحولي هاي دابا هذه قلت نعطيها دابا السميميه اي صراحه اجواء يا سلام صراحه اجواء البلديه ديما كتبقى طوب اي ضروري حنا نهار من المدينه باش نخرجوا من الطبيعه ديال تماره ولا لا ضروري باش يعرفوا الناس ضروري الا ما كانش سميتها المقابله راه ما كاينه حتى حاجه من الصغر بيني وبينك دابا نهضروا في الواقع الا ما ربحتيش من هاد البهايم واش غادي تشجع ديرهم العام الجاي لا لا ضروري الا ما كانش شي حاجه واحد الهامش ديال واش نقول الربح راه ما كاينه حتى حاجه واش تيكون واحد الربح معقول ولا كما تيقولوا الناس بعض المرات يكون واحد الربح زايد بزاف لا واحد الربح عاها مش ديال الربح على البركه وصافي داك الشيء واش مكاع معقول ماشي نقولوا شي حاجه ما كاينش ولكن كاين الحمد لله ولكن ماشي شي حاجه زايده شوف ضروري خاص يكون الربح راه ضروري الربح راه ما غاديش دير لنا الحواله اي ضروري تكون واقعي الناس ماشي اي ضروري الحمد لله الدواء كداويهم تقريبا ضروري ضروري الدواء راه ملي تيكون صغير سواء كان ولد سميتو ولد الغلم سواء انا وسميتو قعد قضينا جبنا كتكون لي الجلبه في الاول كنجلبوا لي وكنعاودوا ثاني نعاودوا لي والجلبه الغاليه ديال وسميتو 6000 بلا ما نذكروا الاسم ديالها وعاود ثاني تصرف فاش يبغي يدخل ثاني سميتو قال العلف الا كان مثلا سارح وبغى يدخل ثاني العلف كنشربوا ثاني ضروري تشربوا تريطمو ديال العلف ضروري دابا كما هضرنا قبيله على المده اللي بقى واش دابا نسمع لواحد مثلا الثمن اللي كتقول دابا خص يدير في بالو راه باقا واحد 40 ضروري 40 يوم وحنا دابا ما تقارنش مثلا حولي شتيه البارح في السوق واليوم غتقول هذاك راه زايد على هذا ضروري دير واحد 40 يوم ضروري 40 يوم قدامك بان راه حنا دابا ديالنا مسؤولين عليه مات ديالنا عاشره ديالكم مرض تنبقاو نعيطوا لمولاه هذاك الحولي راه فلان فلان راه مرض راه مصالحش للعيد يعني
نبدلو لي رجعوا لي البوم ديالو لا بان فيه تنسي ما بغاش ترجعوا لي فلوسو البوم ديالو داكشي اللي فيه يخليه هو يقولها. اي بالنسبه له وقعت شي افات ولا شي افات دابا ديالنا ما يمكنش انا غادي نبيعوا لواحد حاولوا يعطينا فيه العربون ويموت نقولوا لي لا راه ديالك راه ما يمكنش راه ما يبغي لا الله لا ولا العبد مسؤولين عليه اي مسؤولين عليه وداكشي راه ديال الله حنا دابا الغنم راه عارف اللي كاين راه يقدر واحد يشد عقادو وتصبح دابا ميت يقدر داكشي ديال الله وما الغنم راه مداويه داكشي الدول دول غالي لا سواء على الحب سواء على المرض واش مثل الاحمر كما تيقولوا راه داكشي مداوي مبازي يعني من الصغر يعني تبدلوا ليه ولا مثلا اي نبدلوه ليه ولا مثلا نردوا ليه واش مثل العربون ديالو سواء انا الا اقتنع بهذاك الشيء اللي راه مازال قدو الا كان نبدلوه ليه ما كانش بحالو نعطيوه سميتو رزقه قلب على جهه اخرى النمره ديالك ولا لا مرحبا 0676 006 081 هي اللي فيها الواتساب اي هي اللي فيها الواتساب فيها كلشي يعني بالنسبه لك انا بغيت نوصل معك شي واحد ترسل ليه على الموقع صافي اي اي لوكاليزاسيون عيط تصل بيا وصيفط لوكاليزاسيون مرحبا 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 سيدي.